بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم الرقي أبو فردوس بوسطن. واحد الإفادة مهمة أي واحد يقدر يستفيد منها. أولا، إنسان تيصبع عيان دقدق متيعرفش شنو السبب، إذن هذا يعني أنه عنده طاقة سلبية في الجسم. عندي لكم واحد جوج طرق سهلة وبسيطة، انسان بها غادي يزول الطاقه السلبيه من الذات وغادي يعوضها بطاقه ايجابيه باذن الله. اول شيء هو التنفس التفريغي. شنو هو التنفس التفريغي؟ في الوقت ديال الفجر مازال ما كاين لا تلوث لا صداع لا والو، الدنيا نقيه، شي بلاصه تختار شي بلاصه نقيه وبدا تنفس، استنشق الهواء وخرج. كل ما استنشقتي بطريقه اكبر اكبر نسبه من الهواء يكون افضل، 5 دقائق 10 دقائق كل صباح يكون افضل. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، تقرع الماء. الماء هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أجابه الله سبحانه وتعالى أركض برجلك، بمعنى ضرب برجلك، هذا مغتسل وبارد وشراب. إذا الطاقة السلبية في الجسم تنزوله بالطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية كيفاش تحصل عليها؟ غتقرا على الماء. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، مع النفس بدون ريق. اذا قرا الفاتحه، قرا ايات الكرسي، قرا المعوذتين، هادو يكفي. لازم كل ما زدتي كل ما تزاد الطاقه الايجابيه في الماء. تشرب، اغسل، اغتسل، او لما قدرتش تغتسل غير تمسح، تاخذ الماء وتمسح على الوجه ولا على اليد ولا على اي منطقه ولا على الظهر، هذا سيعطي طاقه ايجابيه وانتعاش افضل. نتمنى تكون هذه فادتكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.